حياكم الله في مطبخ ضحى. اليوم معانا مكبوس كويتي، معاي هنا لحم 2 كيلو، وعندي هنا حمص مجروش. ايش يعني مجروش؟ يعني الحبة من قسمة نصين، تشترونه كذا جاهز، تسلقونه ربع ساعة قبل ما نبدأ فيه التكشين. عندي هنا البصل مقطعته كبير عشان ما يذوب، عشان لو حطيته على الرز كذا يطلع شكله حلو. ايش الفرق بين كشنتنا وكشنتهم؟ بيكون الحين بتعرفون في الحلقة. عندي هنا شعيرية، اللي يبي يستخدم شعيرية يستخدم، اللي ما يبي براحته. هذه أنا شفت صديقتي تسويها كذا. وهذا رز بسمتي، أول شيء نقعناه، غسلناه، نقعناه وصفيناه. البهارات، بهارات المكبوس لا مو زي الكبسة عندنا في عدل وفي ناعم، لا هم بهاراتهم كلها ناعمة. عندي هنا هيل، طب ليش حطيته أنا كذا حب؟ أبطحنه بعد شوي عشان تصير ريحته أقوى شيء. عندي بصل عدل، عندي هنا فلفل حار، قرفة مطحونة، بهارات مشكلة أو كاري، اللي يريحكم استخدموه. عندي دهن عداني، عندي كركم، عندي صفار زعفران، وعندي هنا الزعفران وصفار الزعفران، وهذا معجون الثوم والزنجبيل وماي ورد عشان في النهاية كذا نسقيه. وهنا الزبيب أو هم يسمونه الكشمش. طيب بحط الحين ماي الورد على الزعفران عشان يتنقع براحته، واطحن الهيل. ويا سلام على ريحة الهيل لما نطحنه بنفس الوقت، ريحته جدا تختلف. بنشغل هنا شوي عشان يحمى، بنطحن الهيل. عندي البهارات لما تطحنونها بنفس الوقت مرة تفرق ريحتها وتصير تجيب العافية. طيب الحين نبدأ نطحن. يعني نصيحة، لو جيت تسوون قهوة عربي مثلا لا تحطون كل الهيل تطحنونه، خلوا شوي وبعدين وقت هذا تطحنوه تطلع ريحته مميزة. وهذا الهيل حقي، يا سلام طلعت ريحته ما شاء الله تبارك الرحمن. بحطه بالصحن. أنا هنا بستخدم الهيل مرتين، مرة مع اللحم ومرة مع الكشنة. ونبدأ هنا بحط الزيت وبحط البصل حقي العدل. اذا تحبون تستخدمون البصل اللي تبون تستخدمونه مطحون او عدل، لان كل هذا بتصفى بعدين لما نحط الرز عليه. نستخدم البصلات اللي انا حطيتهم، والفلفل بستخدم هنا 2، بخلي الباقي، بخلي هذا للرز. وببدا عاد احط البهارات حقتي. طيب نستخدم شوي هيل مطحون. انا احب البهارات الحب، بس صديقتي قالت لي يوم اخذت منها الوصفه ان الاحسن شيء البهارات المطحونه. حطيت قرفه، بحط كل البهارات اللي عندي هنا عشان اقلي فيها اللحم. وعندي هذا الكركم، بستخدم الحين هذا معجون الثوم والزنجبيل والبهارات الصحيحه. ابي ايش؟ ابي اللحمه. عندي شيء مره مهم في الطبخ اني انا اهتم في تتبيلة اللحم والدجاج. يعني لو جيت اطبخ طبخة احب اهتم في الاشياء اللي عندي هذه، يعني ابيها تكون رائعة. بحط هنا صفار زعفران على هنا الخليط حقي، بخليه هذا لاخر الحلقة. ايش بسوي الحين؟ ايش بسوي؟ بوريكم ايش بسوي. ببدأ اقلي وبحط الدهن العدام، الدهن العدان، زبدة، سمنة، هم عندهم دهن خاص فيهم زي السمنة البري عندنا، بس احنا بنستعيض عنه هنا في السمنة. طبعا بتعطي هذه الاشياء كلها ايش؟ بتعطي ريحة للاكلات اللي عندي. الحين احط اللحم. ونخليها هذا اللحمة. يا سلام يا سلام. طيب أبتركهم شوي وكل شوي أقلبهم وبروح للكشنة. ممتاز، حط شوية زيت لأن اللحمة حقتي ما هي مدهنة مرة، بس عشان ما تلصق. وبقصر النار وبرجع له بعد شوي. خليت هذا، الحين بخلي البهارات هذه وبحط معاها كمان قرفة شوي ونخليها للكشنة.
ناخذ القرفة ونحطها للكشنة. طيب نبدأ الحين في الكشنة حقتنا. إيش تفرق الكشنة الكويتية على الكشنة السعودية؟ إن حنا لما نحط البصل نرش عليه، يعني نحط زيت ونحط البصل ونرش عليه رشة ملح عشان الموية. بالكشنة الكويتية في فرق، إيش هو؟ إن إحنا بنقلي البصل بدون زيت، أهم شيء في الكشنة الكويتية بدون زيت نهائي. يحطون إيش؟ يحطون موية ويحركون وبعدين يزيدون. الحين بنحط الملح وبنخلي هذه البصل تتكرمل، يعني لازم يكون بني. أنا هنا بزيد شوي بصل كمان، نبيه الحين يبدأ يتحمر عشان ما يحترق. بنزيد موية وبنحرك، يعني أنا أقعد 10 دقايق أزيد موية أزيد موية وأقلب أزيد موية وأقلب، عشان إيش؟ عشان اللون الحلو البني يطلع عندي. وطبعا مقصر النار على اللحمة، ونكمل هنا شوي نفرم بصل بعد. خشنا عشان ما تذوب مرة. بدت البهارات ريحتها الحلوة تطلع عندي هنا، بقلبها بعد تقليبة. يا سلام، ماني مستعجلة، خليها البهار مع الأشياء مع الزيت يطلع. وهذا البصل عندي ما في زيت، بكمل بقطع له شوي وبرجع له. هم ايش يسوون؟ بعد ما يخلصون اللحم يعني يقلونه مع البهارات، يحطون مويه يسلقونه، بعدين يصفونه، ثم بيحطون عليه الشعيريه بنحمصها ونحط الرز. والكشنه نرجعها مع اللحم على وجه الرز ونغطيه. نبي الطعم والريحه ياخذها من هنا، من صفار الزعفران والماي الورد. يعني الكشنه افضل اذا سويتوها انكم ايش؟ انكم ترجعونها على القدر وهدوا النار وحطوا شوي كمان سمنه زياده، ويا سلام. يا عيني على تقطيع البصل. الواحد لما يدرس شيف، اول ما يبدا دراسه، يعني طبعا انا ما درستها هوايه عندي، بس لما يجي الواحد يدرس كل يوم لازم يقطع 5 كيلو بصل اول ما يدرس. وشو بعد؟ ينظف الثلاجات وينظف المطبخ بعده. يعني الناس تحسب انه الشيف دراسته سهله، ترى ما هي سهله، ترى زي العسكريه، يعني فيها قوانين صارمه، تسوي كذا وتسوي كذا وتجهز وتحط. شلون؟ زي العسكرية. بنحط هنا البصل حقي وارجع له. دقيقة، حطينا هذا البصل. طيب شفتوا هذا البني؟ واضح عندكم على الكاميرا، وانا عيط ويقبولي البوليس ويقبولي كل حاجة، وانا عيط، وانا الحين قاعدة عيط. البصل دائما يخلينا نعيط. نقول لكم نكتة. طيب وش وجه الشبه بين الحبيب والبصل؟ كلهم يخلونك تصيح. الحين شوفوا بدأ يطلع عندي في القدر هذا الشيء البني. طيب ايش اسوي؟ لسه اقلب واحط ملح. خلوها لسه نقلب احط ملح. نبي البني هذا اللي في القدر يطلع. وهذه اللحمة بعلي النار الحين واقعد جنبها. خلصت، ابيها مرة تتقلى مرة. انا كل هذا عشان ايش؟ عشان ريحة اللحم، احب الريحة تكون حلوة. او ممكن اذا مستعجلين اسلقوها 10 دقايق ورجعوها مع البهارات. وهذا طبعا مع الكشنة ما نحط ولا نوع بهار. ليش؟ ابي ايش؟ ابي البصل يطلع الاشياء اللي فيه والاشياء اللي هنا، بعدين احط بهارات. لو حطيت بهارات من الحين ايش بيصير؟ بيحترق عندي، يعني البهارات نفسها بتحترق. فهنا نحرك كشنا، نقصر النار، ابدا ازيد شوي مويه كمان. لسه لا تستعجلون، قصروا النار بعد
الريحة الحلوة قامت تطلع هنا. نحط الموية. طيب ايش فايدة الموية؟ شفتوا هذا الشيء البني كيف طلع؟ نبي لسه نعلي النار، ابي لسه البصل يتكرمل، لسه ماني مستعجلة عليه. الكشنة الكويتية يبيلها ايش؟ يبيلها طولة بال. نبي البصل يتكرمل، وبعد ما يتكرمل احط عليه الحمص المجروش، وبحط عليه هيل مطحون، وشوي من بهارات الكاري او البهارات حقتكم المشكلة اللي تريحكم، وشوي من الكركم، وشوي من القرفة المطحونة، نفس البهارات اللي حطيناها هنا. الحين خلاص اللحمة صارت ممتازة، شدت معاي. شوفوا ما حطيت ملح فيها للحين، ابي بعدين احط الملح. يا سلام، كل هذا وانا احط واحرك، احط واحرك، عشان ايش؟ الريحة هذه ريحة البهارات. الحين نحط الموية، نعلي النار، وبعدين نسكرها. الحين طلعت مويتها لونها الحلو اللي كله بهارات. ابغطيها الحين. اسكرها واحسب لها هذه اللحمة الموزات تقريبا ساعة الا ربع عشان تكون مرة دايبة. بهذا الوقت كل شوي بحرك لسه ليه ما تذوب هذه البصلة بدون زيت. متى نحط الزيت؟ نحطه بعد تقريبا 10 دقائق، ربع ساعة، حسب كمية البصل اللي عندي. يعني ما في قاعدة في الطبخ. مثلا أنا إذا عندي كيلو بصل قاعدة أطبخه، زي لما أطبخ كيلوين بصل، هذا يحتاج وقت وهذا يحتاج وقت. أطبخ خروف زي لما أطبخ كيلو لحم، لا. مرة أنا كنت قاعدة أطبخ، كنت مرة مستعجل ما عندي وقت، وكان عندي قدر كاتم كبير سويت فيه خروف، والله طلع من أحلى ما يكون ولونه أبيض يجيب العافية. إيش سويت؟ فرته 10 دقائق وحطيته بقدر زي هذا، حطيت معاه البهارات العدلة، حطوا برتقال، ليمون، تفاح، يعني أشياء جديدة بس تعطي طعم. وخليتها وبعدين فتحتها وشلتها كذا، دهنتها بالخلطة العجيبة حقتي ودخلتها الفرن. من أحلى ما يكون، ولا أحلى منه قدر الكاتم. حتى فيه للذبايح، طبعا مو بذبيحة كبيرة، أبو 14-12 كيلو. إيش ميزة اللحم فيه؟ إنه ما يشد، يطلع دايب. فلما يعرفون له كويس يحطونه فيه. شوفوا للحين إحنا ما حطينا موية، بنحط موية ونحرك. ما حطينا إحنا للحين ما حطينا زيت. الزيت مهم في الكشنة بس ما بنحطه الحين، بنحطه آخر شيء. لسه بنخليه. أبي هذا البصل، هذه البصل الموية حقة البنية هي تطلع عندي، فبقصر النار وبخليه، ما بحط بهارات لين يوصل المرحلة الأخيرة. بعدين أحط الكشمش على قولتهم أو الزبيب والحمص حقي. طب الحمص هذا كيف؟ أنا أول شيء إذا أنت عندك وقت انقعيه قبله بوقت، أو إذا تسلقينه ربع ساعة برضو النتيجة خيالية. هذا مع ايش ياكلون المتبوس؟ ياكلونه مع الدقوس، الدقوس الكويتي اللي بنسويه من الطماطة الحمراء. ناظروا هنا عندي طماطم، عندي هنا برضو معجون طماطم، وعندي ثومة. بنسوي المتبوس حقنا ونقعد هنا نحط جنب هذا الدقوس ونحطه وناكل. يا سلام، نتذكر المسلسلات الكويتية اللي كنا احنا جوعانين ولا صايمين يحطون المتبوس الاصفر في المسلسل، هم ياكلون واحنا نتفرج. الحين انا صرت زيهم شريره. طيب شوفوا لحد الحين ايش هذا؟ لسه ما بعد بحط عليه الزيت، لسه بحط مويه واحرك لين ما تطلع هذا البني اللي عندي. لسه ابي هذه الموية، شوفوها البنية تطلع، وبعدين بحط البهارات. طيب عبال ما تخلص عندي هنا الكشنة حقتي الحلوة واللذيذة ونخلص اللحم، نطلع فاصل نبدأ مع أكلتنا الثانية بعد الكويتية اللي هي التشريبة الكويتية بالدجاج.
ورجعت لكم بعد الفاصل. كل شوي احرك البصل واحط عليه مويه لين ما صار لونه كذا. توني الحين حطيت نقطه زيت، وهذه المرقه حقت اللحم. ايش حسوي الحين؟ بحمص شوي من الشعيريه مع سمنه، وقلت لكم هذا شيء مو بكل المشابيس موجود بس احنا بنسويه. بحط عليه سمنه، وبعدين بحط عليه الرز ومرقه اللحم. السمنه الدهن العداني على قولتهم، هذا الدهن العداني او السمنه. هذه الاكله شوي دسمه. خلاص الحين بحط هنا على الكشنه حقتي، طيب، ملعقه من السمنه، وببدا احط البهارات. وهنا كمان بحرك بس تغير لونها شوي، بنحط عليها الرز، وبحط عليها الزعفران وصفار الزعفران اللي منقع بماء الورد. خلي هذه لحد ما تتغير لونها. نجي هنا، بدأت السمنة تطلع الريحة الحلوة، بنحط جزء من الحمص المجروش لسلقته. بقلب، وبعد شوي ايش بحط عليه كمان؟ بقى شيء احط عليه اللي هو الزبيب او الكشمش. بقلب واحط مويه لسه، ابي الطعمات نكهات تندمج. ابدا الحين بحط شوي بهارات على الكشنه حقتي، بحط ملعقه كركم، بحط هنا بهارات مشكله شوي. احنا مثلا كشنتنا نحط عليها ليمون اسود، هم لا، يحطون كركم، بهارات مشكله، واهم شيء عندهم الهيل مطحون برضه، وقرفه شوي. ونحرك، ابي النكهات كلها تندمج. وعشان البهارات حقتي توصل احلى مرحله من النكهه بحط شوي مويه، ولسه بقلب. هنا عندي الشعيريه بدات تتحمر، ابحركها، ما ابغاها كلها نفس التحمير، ابغى جزء كذا وجزء كذا عشان لما احط الرز ملونه. يعني متجون تسوون البلاليط او تسوون الشعيريه الحلوه، لا تخلونها جزء كلها نفس اللون، لا، لونوها غير. نكهه الزعفران كمان بنلونها. بدت هنا الريحة الحلوة عندي تطلع، وهذه الكشنة حقتي طلع الأشياء الحلوة اللي فيها. آخر شيء هي الزبيب، الزبيب ما يحتاج وقت، حساس على طول يحمر. وهنا نحرك، عندي هذا الرز حقي اللي أنا مختارته، وعندي هنا شيء قصيدة غزل، قصيدة غزل، زعفران وماي ورد وصفار زعفران ورشة هيل مطحونة. يعني ايش اقول؟ ايش اقول وش اخلي؟ خلاص كذا شعرية كذا ممتاز، ما نبغاها اكثر. بنحط عليها الرز، وبحرك. طيب هذه المرحلة ايش بنحط الحين؟ مرقة اللحم. ممتاز، حتى المرقة جت على القد. يعني عندي هنا جاهز، الحين ببدأ بطبختي الثانية اللي هي التشريبة. التشريبة ايش فكرتها؟ التشريبة الكويتية، هنا بحرك شوي، بقصر النار مرة اكثر شيء. يعني حتى هذه بحط عليها جزء من هنا عندي، وهذا بحركه، حط الملح، انسى الملح. بذوق شوي. ايش فكرة التشريبة الحين عندي؟ تشريبة فكرتها بسيطة وسهلة، هي تشبه القرصان عندنا. يعني بنسوي الحين دجاج، عندي هذا الدجاج حاط عليه ملح خشن وخل وغاسلته، عندي هذا الخبز الهولي او خبز ايراني او خبز اللي عندكم يجي شوي كذا مشاوي سميك، بنفته ونسقيه، نسقيه بمرق الدجاج والخضار. الخضار شيء مفتوح بالنسبة لكم،
البهارات العدله الصحيحه وبصله، والشيء اللي انتم تحبونه احنا بنحط ثوم هنا عادي، الطريقه اللي انتم تريحكم بنحطها بنطبخها مع بعض، بنخلي المرقه حقتنا بيضه، يعني مو بيضه بيضه، يعني صافيه ما فيها معجون طماطم، حتى لو حطينا طماطم واحده بنحطها فقط للنكهه. وهذا الرز الحين يا سلام قام تطلع الريحه الحلوه، بنغطيه ونقصر النار عليه. ايش نخليها؟ شمعه. هذا خليه متى؟ مو بالحين، خلوه شوي. وبدا هنا تطلع عندي الريحه الحلوه، بحط عليه شوي من صفار الزعفران وبزيده كمان مويه، ابغاه يتلون كمان لسه شوي، بخليه اخر 5 دقائق. وبعدين بعد كل هذا، هذه ملعقتها، بعد كل هذا بحطه الحين على وجه الرز عشان يكمل استوى، بس بقى الزبيب واكمل طبختي الثانيه. خلاص الحين من اروع ما يكون بيكمل استوى مع ايش؟ مع الرز. خليه بس 5 دقائق، اللون الحلو. طيب لو انا مسويه مكبوس دياي وش اسوي؟ عندكم خيارين، انكم تقلون الدجاجه كذا وكذا شوي لما يتغير لونها، او تسلقونها وتغيرون مويتها وبعدين تحطون عليها البهارات المطحونه اللي حطيناها، ولما تخلصون وتستوي احشوها حشو ودخلوها الفرن تتحمر، او البعض يقليها براحتكم، تبون تقلون دجاج تبون تحمرونه بالفرن براحتكم. شوفوا كيف اللون طلع عندي حلو هنا، من اروع ما يكون. هنا خلاص بطفيه، بجي هنا والزبيب خلاص استوى تقريبا، بوريكم الرز كيف استوى. الرز للحين ما استوى مره، باقي فيه مويه، فبحط عليه الحشو نصه، بخلي نص للتزيين وبتركه ربع ساعه. يعني تقريبا هذه الاكله مع اللحم، اذا دجاج تاخذ تقريبا ساعه، اذا مع اللحم الموزات تقريبا تاخذ ساعه ونص. بحط جزء من هنا من اللي عندي من الكشنة حقتي، لسه هذا يبيله وقت، بس القدر عندي هنا حار، فبجي أجيبها أحط جزء هنا، وهذه لسه ما بحط الباقي عندي. ليه ما دائما الحشو حطوه على الطرف، اللي ما يبي وخره، أو لو جيت تغرف ست البيت توخر الحشو. هذا الريحة الحلوة، ليش يحطونه؟ في بعض الناس ما يحبون الحشو. خلي باقي بس تزيين. هنا عندي أقصر النار، هذه المرحلة أنا أحب خطوة، أحب أغزغز فلفل بوسطها. خلاص الحين هذه بنساها لين آخر شيء بحط عليها هذا بلونه، بس الحين تقريبا عندي كل شيء جاهز. بغطيه وأقصرها أكثر شيء، وهذا نشيله نحطه على الجنب، الحشو اللي بنستخدمه كزينة. وببدأ بالتشريبة حقتي، وهذا قدر التشريبة. أول شيء بحط الزيت، بعدين بحط هذا زيت، بحط البصل، بقلي الدجاج، بحط أول شيء البهارات العدلة، البهارات الصحيحة. إيش تحبون تستخدمون بهارات تستخدموا، هذا شيء راجع لكم. يعني أنا أفضل مثلا بالنسبة لي أحب أستخدم الهيل وعود قرفة واحد، ما أبغى مسمار ولا أبغى شيء يغمقها مرة، والليمون عشان عصره في النهاية يطلع الطعم اللذيذ. بذوق هنا الملح، ملحة ممتاز هنا، بس شوي تطلع النكهة حقت البهارات. بحط البصل، بعدين الدجاج. الدجاج هنا احنا حاطينه بالجلد، مو تحطونه بدون جلد، بس انا هنا ما بحط دهون كثيرة، فبستخدم الدجاج كذا وبحطه على وجهه الثاني اللي فيه جلد عشان ما كثر زيت. بدأ هذا يستوي. طيب بحط هنا ثومه، ثوم، معجون ثوم وزنجبيل اللي يريحكم، بس احنا نبي تشريبتنا صافية شوي، فبس بنحط ثوم هنا. يعني ما نبيها يكون لونها، بحط كركم وبهارات مشكلة
يعني ما نبي الصوص احمر، رشه هيل بسيطه عشان الحلوين. الهيل اذا طحنتوه بوقته الحين هذا ايش بنسوي؟ ناخذ الدجاج ونحطه على وجه الجلد. تبون تشيلون الجلد حق الدجاج برضو كمان، تبون تقطعونه ثمانية، تبون اللي براحتكم. وهذا الدجاج، انا عن نفسي احب اخذ الدجاج 800 جرام او اقصى شيء 1000، وبعدين لو طبختي تحتاج زيادة حطيت ثنتين، ما احب الدجاج اللي حجمه كبير. برضو هذا راجع لكم، احس الصغيرة تستوي اسرع واحسن. حطينا على الوجه اللي فيه جلد وخلي، ما بنستعجل بنخلي. خلي نتكلم عن الدقوس. الدقوس ايش فكرته؟ تبون تحطون الطماطم بالخلاط مع حبة ثوم ينضرب بالخلاط، وبعدين تحطونه على القدر وتزيدونه معجون طماطم. تبون تستخدمون طماطم معلب براحتكم، هذا بنخليه اخر شيء. هنا عندي الخبز حق التشريبة، بنقطعه الحجم اللي انتم تحبونه. انا بقطعه مثلا واحطه في البادية حقتي. ايش فكرته؟ نفس القرصان عندنا، حتى لو ما عندكم هذا الخبز ممكن نستخدم القرصان، الخبز المسح عادي. في ناس حتى في الكويت يستخدمون هذا الخبز وناس يستخدمون الخبز العادي. هي الفكرة من ايش؟ ان هنا بنقطع الخبز كذا، يقطعونه تقطيع اللي تريحكم، او تقطعونه شكل مودرن كشخة، تسوون له قصات معينات ومستطيلات براحتكم، وتحطونه وتسقونه. تشريبة من اشهر الاكلات برمضان عندهم، لازم على الفطور تشريبة. والخضار اللي يريحكم استخدموه، وقطعوه الحجم اللي يريحكم، اللي يستوي معاكم اسرع. وهنا قامت تطلع عند الريحة الحلوة. الحين في خطوة بسويها، اللي هي بسقي هذا الخبز حقي. على فكرة هذا الخبز ممكن تجيبون كمية تحطونه بالفريزر. الحين الدجاج شوفوا بدأ يتغير لونه، قلبه وبعدين نحط عليه الخضار. الخضار قطعوها التقطيع اللي يعجبكم، حتى تبون تحطون بطاطس ما يخالف، اللي يعجبكم سووه. انا احب البطاطس، احب احطها مع كل شيء. الناس يقولون مرقوق تحطين بطاطس؟ طب انا احبها. طيب الحين الرز تقريبا قرب ينضج، بنحط عليه الخلطة حقتي هذه، وبشيك على الرز. ولو حابين تحطون، لو حابين تحطون دهن عدان بوريكم الرز كيف بيكون. شوفوا حبة الرز كيف صارت، نبيه يتلون جزء منه، صار روعة ما شاء الله. ما يبي الغير شوي نهديه، خلاص كذا الرز حقي ممتاز. شوفوا ما شاء الله الحبة كيف، جزء بيكون ملون وجزء لا. وعشان الحبايب برضو ايش؟ رشة هيل مطحون عشان تطلع النكهة الكويتية صدق. حطينا الحين هدينا النار، رجعنا لايش؟ الاشياء الحلوة اللي عندي هنا. يا سلام يا سلام الريحة الحلوة، قامت تطلع ريحة البهارات وريحة الدجاج. بنقلبها كمان شوي. عندي هنا الملقط حقي، هذه من الاكلات الكويتية الاصيلة يعني التقليدية اللي من زمان وهم ياكلونها. زي عندنا القرصان، ترى القرصان من اساس الاكلات السعودية، يعني هو من الاشياء التقليدية مرة عندنا. بس نخليه، بس انا ابي لونه كله يصير زي كذا عشان الريحة حقته. والحين ممكن نحط حبة ثومة كاملة، والخضار حقتي قطعوها بالطريقة اللي تريحكم، كيف تحبون تقطعونها قطعوها. قطعوها مثلا اذا انت عندك وقت قطعيها كبير، عشان ايش؟ عشان تسوي براحتها. ما عندك وقت صغري التقطيعة، هي الفكرة بالقطع عشان ايش؟ ما ياخذ وقت زيادة. القرع من الخضروات اللي كلها موية ومرة جميلة، والكوسة
سبحان الله، احنا عندنا القرصان، هم عندهم التشريبة، بالمغرب عندهم الكسكس، نفس فكرة الخضار، كل بلد عندهم خضار تكون كذا خفيفة زي الكشري والمجدرة، التشابه بينهم. خلاص كذا خضار حقي صارت جاهزة، من أروع ما يكون. بقلب الدجاج، شوفوا للحين ها كذا صار لونه حلو يفتح النفس. أنا ماشي أحس إن ناقصني شيء وبحط، هي الوصفة ما فيها بس أحس إن ناقصني، فبحط قطعة زنجبيل، بحطها كبيرة عشان أوخرها وقت الغرف. أحب الزنجبيل مع الأكل يعطي ريحة حلوة. ومفيد وصحي، يعني هذه الأكلة مرة مفيدة وصحية. كذا حطيناها نقلب، خلاص كذا من أروع ما يكون. إيش بنسوي؟ بنحط خضرتنا، بنزيدها موية ونخليها على قولتهم يخنة. يعني اليخنة إيش هي فكرتها؟ حتى بالإنجليزي اليخنة هي زي الصوص الصافي، ما يكون فيه معجون طماطم وطماطم أشياء زايدة. وهذه بستخدمها بحطها، حتى لو حابين تحطون طماطم عدلة. الحين نحط الموية ونخلي هذا المرق حقي حق التشريبة تقريبا نص ساعة عشان يستوي الخضار ويستوي كل شيء. وهذا الرز عندي من أروع ما يكون، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الرز ما يبي له ولا شيء، بس اللحم بحط عليه كشنة وبدهنه بالسمنة بدل ما نقليه، أو عشان تحمر وندخل الفرن، وبعدين نرجع بعد الفاصل نقدم أكلتنا اللذيذة. حتى لو ما تحبون تحمرونه ممكن تدهرونه، بس صفار زعفران يغير لونه. تكون عندي هنا المرقة جاهزة، ونسوي في آخر الفقرة الدقوس. أنتظركم. ورجعنا لكم المشبوس، الريحة حقتها طبعا غطيتها عشان حجم الرز يتضاعف. حطيت عليه اللحم والحشو، ما بحمره بالفرن، ما ابغى ينشف علي يشد. وهذه الكشنة الإضافية. وعندي هنا التشريبة، جهزت الخبز حقها وحطيتها في قدر الكاتم عشان تستوي مع الدجاج بنفس الوقت. بقى الدقوس. الدقوس ممكن تسوونه بالطماطم الفريش، ممكن تسوونه بالطماطم المعلب، الطماطم اللي انتم تحبونه. انا بسوي بطماطم معلب، بقلي الثوم مع شوي زيت، بس حبة واحدة أو حبتين اللي أنتوا تحبونه. وبعدين بنحط عليه ملح، وبنحط الطماطم ومعجون الطماطم. طبعا أنا ما بحط معجون الطماطم على طول، بشوف الكمية. حط الزيت شوي وأبدأ أقلي الثوم. لو أنا مثلا، هي الوصفة كويتية كذا، بس لو أنا حطيت مثلا حبة ليمون أسود أحبها، حب لي عصرتها على المرق. طيب حطيت الحين الثوم، بقلب تقليبه واحط عندي الطماطم، بس تطلع ريحة الثوم. ولو حابين تضربونها بالخلاط مع بعض بس تطلع ريحة الثوم الحلوة، على طول نحط الطماطم. نقصر النار، خليها الحين تطلع الريحة الحلوة اللي فيها. بزيدها موية، بخليها تطبخ على النار، وأحط عليها رشة ملح، ويا سلام. وبشوف لونها، أنا أحس إن لونها كذا كفاية، ما يحتاج معجون طماطم. أنا بحط بس ملعقة صغيرة، هذه رشة الملح. طفي النار هنا، خلي هذه تفضى شوي شوي. بدور لي فلفلة حارة من هنا من هنا، ما أقدر أجوز عنه. طيب وحطها بالدقوس حقي، أبي يكون سبايسي شوي حار.
حس كذا لونه حلو. تحبون تضربونه بالخلاط عشان قطع الطماطم، تحبون تاكلونه زي كذا براحتكم. هذا الدقوس جاهز والتشريبة قاعدين نغرف الرز حقي. وريكم الرز كيف بيكون. هذا عندي قصر النار اقصر شيء، حتى لونه محتاج معجون طماطم، لونه جميل مو حلو اغمق من كذا. ونبدا نغرف الرز، بوريكم كيف حبة الرز جميلة. يا سلام، شوفوا شوفوا الحبة، شوفوا شلون نثري نثري من احلى ما يكون. ونبدا بالغرف. ما ادري ليه وانا اطبخ دائما عندي عقده انه ما يلصق الرز عندي، يعني احب القدر كذا، اذا شفت الرز لاصق او شيء محروق اتنرفز واقول لهم ليش تعلون النار، يعني واقعد على سالفه ليش تعلون النار، ليش؟ ان الرز يبي له ايش؟ يبي له نار هاديه وحنيه. هذا الرز نحط عليه الحشو واللحم، يا سلام من أروع ما يكون. وعندي الحكاكة، اللي يحبون الحكاكة طبعا هم يقدرونها، أنا يعني صراحة يعني ما أدري مو صحبة معاها، بس الكويتيين يقدرون الحكاكة. الكويتيين والإيرانيين يسوون أكلة كاملة تحتها كلها حكاكة. انا احس الطباخ الشاطر لازم يكون نضغط اكثر شيء عشان نخليه هنا. عاد نبدا نحط الحشو، تبون الحشو هذا تبون الحشو هنا كذا، ممتاز. هذا الحشو والاشياء الحلوه، بقى شيء واحد، بقى قطعه اللحم اللي انا بختارها. هذا اللحم وعلامة الجودة حقتي في الفلاية الحارة. نبدأ الحين ننظف الصحن من الطرف وخلاص. هذا عندي جاهز، ما بفتح الحين خليه شوي. نظفت، حط حبة زبيبة، صحني صار نظيف. الزبيبة خلي هذا في النهاية، نغطيه هنا ونشيله على الجنب. الرز قصة حب لا تنتهي، انتوا معاي ولا مو معاي؟ هذا القدر معناته كذا اللون، الصوت معناته. نحطها هذه على الجنب، هذه موخرة عننا. هنا نجيب هذا مرقة حق المرقة التشريبة، والدقوس صار جاهز من أروع ما يكون، ما يبي له وقت بس كذا غلى. هذا هو جاهز، نبدأ نغرفه مع الفلفلاية الحارة. يعني تقريبا ياخذ 10 دقائق على النار. طماطم هذه معلبة، لو كانت فريش استخدموا ايش؟ استخدموا لو كانت فريش 3 ساعة. هذا عندي صار جاهز طماطم، يا عيني على الدقوس الحلو. بزينة حبة كزبرة بس عشان الألوان، عشان تندمج الألوان. عندي هذه حبة كزبرة، يا عيني. نحط على اللحم كمان ألونها، وهذا اللحم حقي صار جاهز. الحين هذا نفتحه نقسم كلش. الله 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 الله، يعني حتى لونها نفس الكسكسي، ناظروا اللون الجميل والريحة الحلوة. الحين نشرب التشريبة حقتنا، وهذه الحين التشريبة. عاد انتوا ايش تحبون تحطون؟ فخذ تحبون تحطون براحتكم، شربوها. نشربها بالموية، نجيب هذه نحط قدرنا هنا ونبدأ نشرب.
تشريبه. ترى اخت القرصان، بس القرصان ندخلها احنا بالفرن شوي، نحط الخضار حقتها. انا بحط هنا نص دجاجة تقريبا، بزيد عليها الخضار. يا سلام على التشريبة، لازم نكون حنونين عليها واحنا نشربها، نبيها ايش تشرب كل الموية اللي فيها. ايوه تشبه حتى طريقة تشريب الباجة الكويتية، الباجة العراقية. الكويت والعراق ترى فيهم، لأنهم جيران فيهم كثير من بعض من طريقة الطبخ. بس أنا بتأكد أني أنا حطيت جزر وكوسة عشان الألوان الحلوة والجميلة تكون كلها موجودة. بقى الجزر عشان نتأكد أن كل شيء موجود، نمسح طرفها ونزينها كذا بحبة كزبرة. ويا سلام أحلى ما يكون. وهذه التشريبة صارت جاهزة هنا عندي. يا سلام، خلينا نتكلم عن طبخات اليوم. طيب طبخات اليوم اللي كانت معاي في الحلقة كويتية، عندي هنا الدقوس، وعندي هذا المكبوس الكويتي، مكبوس الرز باللحم، وعندي هنا التشريبة بسيطة وسهلة وما أخذت وقت وبرضه صحية وحلوة للناس اللي معدتهم ما تحب البهارات، لأن بهاراتها مو مطحونة وصحيحة وبسيطة. وانتظرونا في مطبخ ضحى مع أكلات لذيذة وشيء على كيفكم، وشيء مكوناته موجودة في كل بيت وبسيطة وسهلة. نشوفكم إن شاء الله.